المشاركة في هذا المهرجان، ضيوفنا الكرام الفنانين ومختلف أطياف المجتمع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن أبيت إلا أن أحضر فعالية الاختتام كما حضرت فعالية الافتتاح، ولكن يا بلادي يا بلادي علي احتفال الجزائر بعيد الاستقلال والشباب، احتضنت مديرية التربية لولاية مس غانيم المهرجان الوطني للمسرح المدرسي بطبعته 25. اليوم رانا في إماطة اللثام عنا ورفع الستار عن هذا المهرجان واختتام فعاليته. ستقدم جوائز قيمة للمشاركين بما فيها أحسن أداء متكامل للمسرح المدرسي. كانت شاركت معنا في هذه الطبعة 9 ولايات من مختلف ربوع التراب الوطني، وأيضا بحضور بعض مديري التربية لهذه الولايات. كان الافتتاح بإشراف السيد والي الولاية وتحت الرعاية السامية أيضا للسيد وزير التربية الوطنية. شاركتنا فيه يعني هذا المهرجان شارك فيه عدة أطراف بما فيها وسائل الإعلام اللي هي مشكورة، وأيضا السيد والي الولاية على رأسهم، أي نوفروا كل الإمكانيات الضرورية لإنجاحه من الجانب المادي ومن الجانب التنظيمي إلى غير ذلك. شاركوا معنا أيضا بعض الفنانين اللي كانوا كضيوف شرف، وكرمنا أيضا المشاركين في الطبعة الأولى اللي كانت هنا بولاية مس غانيم تحت شعار المغاربية. اليوم هذا الطبعة راهي تحت شعار تربية عهد مجيد وتاريخ مجيد وعهد جديد. وصلنا اليوم إلى اختتام وفعاليات اختتام هذا المهرجان. شاركت معنا تقريبا 9 ولايات من مختلف الوطن. الحمد لله كانت إقامة طيبة، والعروض أيضا مرت في أجواء جد حسنة ونالت استحسان الجميع. التتويج هذه الى جميع سكان ولايه المسيره وبالاخص مديريه التربيه وكذلك وعلى راسهم السيد مدير التربيه بطال طيب، وكذلك سكان بلديه منطرفه حيث تتواجد متوسطه تبريك ابراهيم. ونهدي ايضا لهؤلاء البراعم الذين ابدعوا فوق ركح ولد عبد الرحمن كاكي، والشكر الجزيل لمدينه مس غانم المضيافه على حسن الاستقبال. تلميذه من متوسطه من ولاية جيجل بالفصلة تحصلت على أحسن ممثلة. بدورها تشكر مديرية التربية لولاية مس غانم الطبعة 25 للمهرجان المدرسي للمسرح المدرسي. طار الأبطال سعيد جيجل.